هو منقوع الزعتر البري. هلا العالم حتفكر انه هذا زيت. السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. مثل ما شفتوا انتم بعنوان الفيديو، افضل منقوع يقدم بهذا الوقت. ليش ابن الشام اخترت انت هذا المنقوع بهذا الوقت؟ لانه له فوائد لا تعد ولا تحصى، رح نحكي عنها ان شاء الله بهذا الفيديو. كيف طريقة تقديم هذا المنقوع وشو فوائد هذا المنقوع؟ لنحكي عنها ان شاء الله بهذا الفيديو. بس بدي منك اذا ما كنت مشترك تشترك بالقناة، حط لنا لايك وفعل زر الجرس لحتى يصلك ان شاء الله كل شيء جديد، وما تنسى تعمل مشاركة لهذا الفيديو. طيب اخواني، مثل ما انكم ملاحظين هون في عندي الزعتر البري، وفي عندي هون العسل، وهون في عندي المي. طبعا المي يعني ما وصلت لمرحلة الغليان. هلا شو بساوي؟ مثل ما انكم ملاحظين الكمية انتو بتحددوها، قديش بتكون الكمية انتو بتحددوها حسب انتو كمية القشور عندكم. هلا بيجي بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبضيف المي مثل ما نكون ملاحظين قدام عينكم. تقريبا هاي الكمية على لتر مي، تمام اخواني. هلا العسل امتى بضيفه؟ العسل بضيفه بس وقت انا بلش ضيف المي على المشربيات، تمام. ما في داعي حط العسل هلا، بس بلش حط المي لطيوري، ببلش انا بقى احط العسل بقلب المشربيه. وهلا خليكم معي للفقره الثانيه ان شاء الله تعالى. طيب امتى انا اخواني ببلش اقدم لطيوري المي؟ مثل ما انكم ملاحظين المي سخنه ومثل النار، بستنى عليها لحتى تصير بارده 100%، تمام. بنطر اقل شيء تقريبا 6 ساعات، بعد 6 ساعات فيني اقدمها لطيوري. ولح اعطيكم الطريقة الصحيحة والطريقة المضبوطة كيف انا رح اقدم لطيوري، وقدام عينكم رح تصير طريقة التقديم. بعد ما انت تحط المنقوع وتعطش طيورك 6 ساعات، مثل ما نكون شايفين مشربيات فاضية من المي، تعطش طيورك 6 ساعات والمنقوع بيكون صلو تقريبا منقوع 6 ساعات تقريبا، بيجي بستنى لحتى تبرد المي، اخر الشيء انا بقدمها لطيوري. بس بالنسبة للعسل فيك تضيفها انت على اللتر او على اللترين، وفيك تضيفها انت على المشربية. انا بالنسبة لي افضل ضيف العسل على المشربية اول شيء، بعدين حط المنقوع الزعتر البري. مثل ما انكم شايفين اخواني المشربيات عندي انا مفضية ومعطش للطيور، تمام، مثل ما نكون ملاحظين، تمام اخواني. ولح حط لكم مقطع قصير، انا بالنسبة لي قدمت لهم المكسرات مع العسل مثل ما نكون ملاحظين. لح حط لكم مقطع فيديو قصير اذا الله راد لحتى تشوفوا كيف طريقة تحضير المكسرات مع العسل. كاجو، لوز، جوز، لوز، عفوا فستق حلبي. اما بالنسبة لهي الخلطة تقدم يوم موسم التزاوج، مفيدة كتير بالنسبة للذكر وبالنسبة للانتاي، عند الكناري وعند الحسون. اذا عندك طير انت ما عم يخصب البيض، او اذا عندك انتاي بعد هالسا ما جهزيت، فهي الخلطة كتير مهمة، هي محفز جنسي ومليئة بالفيتامينات والبروتينات، وفيك تقدم انت حتى لو عندك فراخ. طبعا مثل ما لكم ملاحظين هيك صار عندي انا الخليط، وهيك ضفت عليه العسل. طبعا هيك الخليط صار جاهز لحتى اقدمه لطيوري ان شاء الله تعالى، مزيج اللي هو العسل مع المكسرات. وكمان مثل ما نكون شايفين انا بالنسبة الي كمان كنت بدي اقدم لهم الفحم الخشبي مع خلطة البذور، بس ولكن قلت بستنى شوي لحتى اساوي الفيديو لحتى تفيد العالم يلي ممكن تكون بحاجة لهي المعلومة. طبعا الاخوة اللي عم قالوا لي لازم ندفي الغرفة، مثل ما نكون ملاحظين الغرفة عرقانة ومالي مشغل انا ولا اي تدفئة. هذا هو منقوع الزعتر البري. هلا العالم حتفكر انه هذا زيت. هذا منقوع الزعتر البري، بعد 6 ساعات هيك بصير. طبعا منقوع الزعتر البري له فوائد لا تعد ولا تحصى، ما حاذكركم اياها كلياتها، ولكن حاذكر بعض الفوائد المهمه وليش انا اخترت بهذا الوقت. منقوع الزعتر البري اخواني حبايبي بنظف عصبات الصدر، بنظف الجهاز التنفسي عند الطيور، ان كان كنار ولا ان كان حسون ولا ان كان باجي. اذا كان في بكتيريا ضاره داخل جسم الطير، اذا كان في عنده اي مشاكل معويه داخل جسم الطير، هذا الزعتر البري بيساعد على تنظيف الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
كمان الزعتر البري اذا في عندك انت مشاكل لا سمح الله ولا قدر الله بموضوع الفاش الرئوي، كمان بيساعد على تنظيف او على التخلص من الفاش الرئوي داخل جسم الطير. حتى اذا كان الطير عندك عنده ربو كمان بيساعده على تخلص من الربو. شوف الجيران كيف عم يطلعوا على بعض من تحت لتحت. يعني انت تعتبره انت الزعتر البري منظف عام لجسم الطير ومقوي عام لجسم الطير، له فوائد لا تعد ولا تحصى، ما حذكر لك اياها كلياتها مثل ما قلت لك انا بهذا الفيديو، بس ولكن بنصحك نصيحه لوجه الله تعالى، اذا بتحسن تقدم الزعتر البري اذا كان يابس ولا كان اخضر قدمه بهذا الوقت وتفرج انت على النتيجه بعد ما تدخل الذكر على الانتاي، بعد ما يصير في عندك انت مرحله الجهوزيه، بعد ما يخصب البيض، لانه حتى بيساعد الذكر على تخصيب البيض. طيب معلش يعذروني اذا ما كان التصوير واضح 100%، بس ولكن عم صور بايد واشتغل بايد. هلا هون لحط العسل مثل ما نكون ملاحظين، معلقه عسل صغيره تمام اخواني، بعدين بيجي انا بضيف منقوع الزعتر البري. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه هاي. وهلا رح اورجيكم انا كيف كمان بقدم الفحم الخشبي بالمعالف دغري ديركت لطيوري بهاي الطريقه. هيك بنجي نحن دغري عند الانتاي مشان ما حدا يقول انه والله ما عم تقدم او ما عم تورجينا. ها بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على رب العالمين. مثل ما نكون شايفين العسل بلش ينزل تمام اخواني، رح اقدم لباقي الطيور وبرجع لكم اذا الله راض. طبعا هيك مثل ما نكون ملاحظين اخواني انا حطيت لكل الطيور اللي عندي فضل الله عز وجل، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فهلا ممكن الكل يسال مثلا نحن امتى فينا نقدم هذا المنقوع؟ فيك تقدم انت هذا الموضوع باي وقت كان، اذا الانتاي عندها فراخ، اذا الانتاي عندها بيض، بموسم الراحة، بموسم غير الريش، باي وقت كان. قديش المدة للوقاية؟ 3 ايام بالاسبوع لمدة شهر كامل يعني تمام؟ يعني بالشهر كلياته بقدم فقط 3 ايام، اما 3 ايام متتالية او يوم اي يوم لا، هذا الشيء راجع لك. صراحة أنا بالنسبة إلي بقدم يوم إيه يوم لا ورا بعض. كيف هي زبطت معي؟ صراحة بالنسبة أنا إلي بقدم كل يوم ورا بعض تمام إخواني، 3 أيام متتالية مشان العالم اللي صارت معهم هي الشغلة. مثل ما أنكم ملاحظين أنتو الخيطان بأرضية القفص صح؟ والذكر مع الأنتاي. هاي بعض الأخوة اللي عم يقول مثلا دخل الذكر على الانتاي صح؟ دخلنا الذكر على الانتاي مع بعض، هي هي النتيجة مثل ما يكون ملاحظين. فالنتيجة الافضل والاحسن يوم يكون الذكر لحال، شفت كيف الجيران مع بعض، الذكر لحال والانتاي لحال لحتلف العش، بس تكون الانتاي جاهزة الجهوزية التامة بإذن الله تعالى. ولكن انا بالنسبة لي انا حاطط عشوش صح؟ مثل ما نكون ملاحظين حاطط عشوش انا، بس ولكن ما بدي بلش بهذا الوقت، بس انا عم بلش ورجيكم بس لحتى اعمل فيديوهات وورجيكم شو اللي صار معي. مثل ما نكون ملاحظين هاي الانتاي كمان شايفين، يعني حتى الخيطان بأرضية القفص، هذا اذا دل بدل على الانتاي غير جاهزة الجهوزية التامة. مثل ما عودكم ابن الشام حوافيكم بكل شيء ان شاء الله تعالى وشو بصير معي، بس نسيت شغله رح اورجيكم اياها. طبعا هون الفحم الخشبي هلا بخلطهم مع بعض تمام اخواني مشان ما يكون الفيديو طويل عليكم، ما بدي اياكم تملوا مني. فهلا انا رح اخلطهم واقدمهم لطيوري تمام اخواني بهالطريقه هي. هلا الفحم الخشبي كثير مهم وكثير مفيد تقدمه لطيورك بهذا الوقت، طارد للسموم، طارد للبكتيريا الضارة بجسم الطير بأمعاء الطير، فيه له كتير فوائد الفحم الخشبي. وهذا هو كان فيديو لليوم، بتمنى إن شاء الله يكون نال إعجابكم، بتمنى ابن الشام عن حسن ظنكم، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.